بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة إن شاء الله هنبدأ نشرح المحاضرة التانية والسكشن التاني. طيب إحنا عايزين نبدأ نعرف هو إيه اللي إحنا بنعمله بالمالتيميديا، أو إيه اللي إحنا عايزين ندرسه أساسا. إحنا دلوقتي عندنا سورس وديستنيشن، رسالة عايزة تتبعت من هنا توصل لهنا. جميل. الرسالة ديت إيه المحتوى بتاعها؟ المحتوى بتاعها ممكن يكون أوديو، ممكن يكون فيديو، ممكن يكون جرافيكس أو لارج تكست. طيب حلو قوي. الأربع حاجات دول إحنا عايزين نبعتهم من مكان لمكان تاني. طيب بس حجمهم كبير جدا، فاحنا مش هنقدر نبعتهم بالحجم دوت. فاحنا بنعمل ايه؟ عايزين نعمل كومبريشن للفايل دوت، او للتيك او للصوره او للاوديو او ايا كان. الحاجات دي كلها عايز احوله لحجم قليل شويه عشان اقدر ابعته. جميل. يبقى انا عندي هنا الميديا بتاعتي او المالتي ميديا بتاعتي هتكون موجوده هنا، هدخلها على الانكودر. يبقى انا عايز الحجم بتاعها يقل شويه، بعد كده ابعتها والشخص دوت يعمل لها ديكودينج، يعني يرجعها تاني لطبيعتها، الرسالة تتقري عند الشخص اللي هتوصل له الرسالة كويس. طيب عشان نقدر نعمل كده عندنا 11 الجوريزم هندرسهم على مدى الترم ده كله ان شاء الله. كل واحدة منهم بتستعمل علشان تعمل كومبريشن للفايل او للمالتي ميديا اللي انا شغال عليها. عندي الرسالة بتاعتي بتكون موجودة بالشكل ده، ادي المسج العادية اللي انا عايز ابعتها، لازم اعمل لها انكودنج، هيطلع لي الشكل ده كده. الشكل ده كده عباره عن ايه؟ عباره عن هيدر وعباره عن داتا. الهيدر ده بيبقى فيه التيبل اللي انا بقدر افك بيه او اللي انا اعمل ديكودنج بيه، والداتا بتاعتي هي الكود بتاعي او هي محتوى الرساله اللي انا عايز ابعته. طيب تمام قوي. بعد ما يوصل للديستنيشن يبقى لازم يعمل ديكود، يبقى بيستعمل المسج ديت اللي هي فيها الداتا وفيها الهيدر عشان يعمل ديكودنج. يعمل ديكودنج المفروض يطلع له الرساله الاصليه اللي كانت مبعوثه. جميل. في اربع حاجات اساسيه بنهتم بيهم واحنا بنعمل انكودنج او واحنا بنشتغل باي تكنيك، هما الفيكسد لينس، الفاريبل لينس، اللوس ليس سايز واللوس سايز. ايه الكلام دوت؟ عندي هنا في المحاضره الاكزاكت، انا دلوقتي عندي الرساله بتاعتي او الحاجه اللي انا عايز احولها، عملت لها انكودنج طلعت بالشكل دوت. بعد ما اعمل لها ديكودنج المفروض ان هي تطلع نفس الرساله اللي انا كنت باعتها، نفس الرساله اللي تطلع لي في الاخر خالص. طيب لو فعلا الرساله الاصليه طلعت زي بالظبط الرساله بعد ما فكيتها، يبقى دوت كده اسمه اكزاكت او لوس ليس، يبقى انا ما فقدتش اي حاجه خالص، نفس محتوى الرساله الاصلي هو هو اللي وصل لي بعد ما فكيت اللي عملت له ديكودنج. طيب لو انا عندي رساله بتاعتي جيت افكها لقيت ان في نسبه ايرور موجوده، يبقى دي اسمها لوسي. يبقى انا كده حصل لي شويه اختلاف، او الرساله ديت الاصليه ما بقتش شبه الرساله اللي موجوده بعد ما عملت الديكودنج بالظبط، لقيت ان قريبه منها بس في بعض الاختلاف. طيب فيكسد لينس عباره عن ان كل سيمبل او كل سامبل بيكون ليه نفس سيم لينس كود. يعني ايه؟ يعني مثلا سي انا الرساله بتاعتي عباره عن حروف، فكل حرف لازم يكون متكون من اتنين لينس كود، يعني الطول بتاعه اتنين كاركتر مثلا، يبقى انا لازم كل حرف يكون طوله اتنين كاركتر. طيب فاريبل لينس قال لي السيمبل بتاعي او السامبل بياخد ديفرنت لينس كود، يعني ايه؟ يعني ممكن حرف يكون اللينس كود بتاعه خمسة، ممكن حرف تاني يكون اللينس كود بتاعه 10، ممكن واحد يكون الحرف التالت يكون اللينس كود بتاعه واحد، على حسب. يبقى انا عندي هنا الاكزاكت لازم الرساله الاصليه اللي انا بعتها في الاول خالص قبل ما اعمل لها انكودنج وديكودنج تكون زي الرساله اللي بعد ما بعمل لها انكودنج وديكودنج. لوسي لما تكون الرساله الاصليه اللي في الاول خالص مختلفه شويه عن الرساله اللي في الاخر خالص اللي انا بعد ما بعمل لها انكودنج وديكودنج. جميل. فيكسد لينس ان كل سيمبل بيكون ليه لينس كود ثابت، يعني كل السيمبل اللي موجود عندي في المساله او كل السيمبل اللي موجود عندي في السؤال بيكون كلها ليها نفس اللينس كود. فاريبل لينس بيكون بتاخد ديفرنت لينس كود، يعني كل حرف على حسب الطول بتاعه. جميل. عندي هنا حاجه اسمها انكودنج تكنيك ديت بنشتغل عليها، كومبريشن ريشيو احنا هنشرحها ان شاء الله في المسائل لما نبدا ناخد ال 11 طريقه. كل فيديو باذن الله بعد كده هيكون في طريقه منهم هنبدا نشرح فيهم الكومبريشن ريشيو، ولما ناخد السنجل تو ريشيو برضه هنبدا نشرحها. بعد كده عندي حاجه مهمه اسمها الانتروبي. الانتروبي دي عباره عن ايه؟ قال لي عباره عن ان هي بتجيب لي اقل رقم من البيت اللي ممكن كل سيمبل ياخدها.
جميل. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا دلوقتي الرساله الاصليه عايز اعمل لها انكودنج، فانا عايز اعرف ان كل سيمبل ايه اقل عدد من البيت ممكن ياخدها. يبقى انا بطبق حاجه اسمها الانتروبي على الرساله بتاعتي عشان اعرف ان اقل عدد من البيت ممكن كل حرف ياخدها او كل سيمبل ياخدها هو قد ايه. جميل. وبتطبق بالقانون دوت، الاتش بتعبر عن الانتروبي بتساوي سمشن البروبابيلتي في لوج 2 1 على البروبابيلتي. طيب نبدا نشوف مثال ليها عشان نفهم الدنيا كويس. اول حاجه بيقول لي استيميت ذا انتروبي فور ذا فولوينج مسج سيكونس اوف سيمبل هيلو وورلد وعلامه تعجب. طيب يبقى انا هنا عايز اول حاجه اعرف هو كل حرف من الحروف ديت اتكرر قد ايه. اول حاجه بعد السيمبل اللي عندي، اللي انا عندي كلمه هيلو 5، السبيس 6 7 8 9 10 11 12. يبقى انا عندي الرساله كلها فيها 12 سيمبل. جميل. هي على حرف الاتش اشوف هو اتكرر كام مره في المسج بتاعتي. اتكرر مره واحده يبقى 1 على 12. طيب الاي مرة واحدة يبقى 1 على ال 12. طيب ال ال 1 2 3 يبقى 3 على ال 12. جميل. وهكذا لكل الحاجات دي كلها. جميل. خلصت كل الكلام دوت. عايز ابدا اطبق القانون. اول حاجة هاجي عند حرف ال H، البروبابيلتي بتاعته كانت 1 على ال 12، يبقى افتح قوس 1 على ال 12 اللي هي البروبابيلتي اللي هي دي. جميل قوي. في لوج 2 1 على 1 على ال 12 و12 مقام المقام، يبقى اقدر اطلعها بس. يبقى انا عندي الجزء ده كله بتاع الاتش زائد عشان في سميشن، تاني حرف كان الاي، الاي اتكرر كام مره او البروبابيلتي بتاعته كام؟ 1 على ال 12. جميل. يبقى هنا 1 على ال 12 في لوج 2 1 على 1 على ال 12، نفس النظام ال 12 تطلع فوق. بعد كده الحرف الثالث كان ال ال، ال ال 3 على 12، يبقى انا هفتح قوس 3 على 12 في لوج 2 1 على 3 على ال 12. وبعد كده اشوف الحرف اللي بعديه الاو، هتبقى 2 على ال 12، تبقى 2 على ال 12 في لوج 2 1 على 2 على ال 12. وبعد كده اكمل باقي الحروف كلها لحد ما اوصل للاخر، اشوف الناتج ده كله. الناتج ده كله هيعبر لي على ايه؟ هيعبر لي عن متوسط الاعداد اللي او متوسط البت اللي ممكن كل حرف ياخدها. نيجي نشوف امثله تانية عليها عشان الموضوع يبقى واضح برضو بالنسبه لنا هنا دوت في المحاضرة، ان هو هنا مش اثبات ولكن هو بيعرفني ان ازاي القانون دوت وصلنا بيه لحد ما هو وصل للشكل النهائي بتاعه بالمنظر ده. مسألة تانية بيقول لي ان انا عندي 256 لون كلهم ايكوال في البروبابيلتي، عايز يجيب الانتروبي. طيب اول حاجة انا عندي 256 لون، حلو جدا. بعد كده قال لي كلهم متساويين في البروبابيلتي، يعني 256 يبقى كل لون فيهم 1 على 256. طيب القانون بيقول ايه؟ بيقول البروبابيلتي في لوج 2 1 على البروبابيلتي. طيب البروبابيلتي بتاع اول لون 1 على 256 في لوج 2 بعد كده 1 على 1 على 256. طيب مش الجزء دوت كده بتاع اول لون اللي احنا قلناه؟ جميل. طب انا عندي 256 لون كلهم متساويين في البروبابيلتي وكلهم نفس القيمه بالظبط، يبقى انا اقدر اقول ان انا قوس دوت لو ضربته في 256 ان هو هيقول، بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا دلوقتي عندي 256 لون في الجزء بتاع كل لون منهم متساوي. يبقى انا عندي هنا 256 ديت بتعبر عن ال 256 دول، لان العدد الالوان 256 و1 على 256 ادي البروبابيلتي بتاعت اللون الواحد. في لوج 2 256 لان هنا 1 على 1 على 256 هيديني 256، اضرب ده كله هيطلع لي في الاخر 8 بت. يبقى انا هعرف او هستنتج ان كل لون من ال 256 لون دول هيقدر يكون الحجم بتاعه 8 بت. مسألة تانية برضو بتقول لي إن أنا عندي البروبابيلتي أوف وايت والبراون وبلاك وبلو، كل لون ليه البروبابيلتي بتاعه. طيب أنا عايز أحسب الإنتروبي برضو ليهم، يبقى أنا أول حاجة 7 من 10 ديت بتاعت إيه؟ بتاعت بروبابيلتي أوف وايت. طيب في لوج 2 1 على 7 من 10. جميل. يبقى الجزء دوت بتاع الوايت، الجزء ده بتاع البراون، الجزء ده بتاع البلاك، الجزء ده بتاع البلو. يبقى أنا عندي هنا الأربع أجزاء دول، عندي هنا البلاك والبلو الاتنين زي بعض بالظبط، يبقى زي ما أنا عملت فوق في الألوان أقدر أعمل هنا، يبقى أنا ضربت في اتنين القوس ده وضربته في اتنين بدل ما أكرره مرتين. جميل. يبقى أنا عندي هنا كل اللي شرحناه، إن إحنا إيه اللي إحنا عايزين نعمله في المالتي ميديا؟ إن أنا عندي سورس وديستنيشن، عايز أوصل من السورس للديستنيشن الرسالة بس مش هقدر أوصلها بحجمها الطبيعي فلازم أعمل كومبريشن ليها. بعد كده قلنا ان احنا هنبدا نتكلم عن 11 طريقه بتقدر تحول لي الرساله الكبيره لحجم اقدر ابعته، وعرفنا شكل الرساله بتبقى عامله ازاي، متكونه من الهيدر ومن الداتا. وبعد كده بدانا نشرح اربع نقط اساسيين اللي هم الفيكسد لينس والفاريبل لينس واللوسلس واللوسي. اربع نقط اساسيين بنقدر نفرق بينهم ما بين
ان الرساله ديت هل حصل فيها فقد ولا لا، وهل كل سامبل فيها بيكون نفس اللينس كود ولا لا. وقلنا ان احنا هنبدا نشتغل على حاجه اسمها كومبريشن ريشيو عشان نقدر نحسب النسبه بتاعه الضغط اللي حصل، والانتروبي ان احنا قلنا بنحاول نجيب المتوسط او اقل عدد من البيت اللي ممكن كل سامبل ياخدها. يا رب الموضوع يكون واضح، وان شاء الله الفيديو الجاي هنبدا نشرح اول طريقه اللي هي الهوفمان.